شعب حايز آدي روحان شعب الليبي من ديدك فيدي آدي روحان شعب الليبي آدي روحان شعب الليبي من ديدك فيدي آدي روحان شعب الليبي راو قسم بالله كان ما بيش يديروا حل عزرة واحدة من دين قسم بالله لو فكونا منا معش تم الأخواتر هو كل مرة ديروا حل ديروا حل تعشى من التوية ودير حل يا رجل معقولة لي راو نقول لك حاجة راو نسخن الدوشكا ونولع الدبابة ونجيكم أنا بالطيارة عادي راو قسم بالله أيوة قصة هي يا حمزه ركز فيا شويه يا حمزه يا راجل كنا مو قد يركز فيا ركز معايا قصدي يا راجل انت عمل انتهى في المطار تبي تشيل شنطي كانتر يعني مش كانتر يا همي انت شيل شنطي تحط الشنطي على الكروسه وتشيل تحطها في مكانك اوكي عتال عتال ايوه الله يرحمك اديني باللغه بتاعي لا عرفت عتال تخدم عتالك لا مظبوط هي هات ان شاء الله تاخذ عتال ما تعبت الواحد من قبل التحديد تبقى ما شاء الله عليك عارفك بس اطني حمزه غادي في الشغل اللي بيك تقعد فاطن انا عندي صاحبي يخدم في المطار تروح زيدات مشاكل ماشي على الرنوي ما رنوي ما عندكش تديها ليا لا حاضر ان شاء الله حاجه ممنوعه ما تديرهاش تمام ان شاء الله واهم حاجه الواسطه يا حمزه واسطه ما نبيهاش غادي عفريات مع عفريات لا فكني منها ايوه ان شاء الله عليك والله يا حمزه ان شاء الله وطبعا ما تنساش اهم حاجه عندي قدام الناس نبيك تبيض لي وجه بيض لك وجه ايوه والله بالنسبه لك انت صعب شويه قيدت علي خوصه وتهدي زمانا ما شاء الله عليك كان والله كلمه منها يا ماما قول لها هيا صافي سعد ماما صافي سعد ماما وش بعت علي بك من الدواجع معايا كذب يا عمتي ما قلت شيء لا تكذب لا كذابه لا ما تكذب هذا جرت فيه انت المناظر بعسكر صبر صبر ترى معايا كلاب جو ما شاء الله لا قوة الا بالله واحد هو حسن المدار يخدم فيه وجو قسم بالله جو سمح بكل والله يلا خلاص يا شنو مدار مدارنا وجو جونا قسم بالله ما شنو خلاص قصة هذا الله كي داير لنا توا سكن لي قسم بالله شان الخير الامور عندك جو تمام لا جو ما شاء الله ولا لا قوة الا بالله رو مطار وجو سمح بك قسم بالله رحلات دوليه داخليه خارجيه جو سمح بك قسم بالله باهي 100% اسمع عندي واحد صديقي مهم بصراحه تو دزيت راكي في المطار نبيك تنهي له الاجراءات كل المترقيه على اول رحله طالعه اليوم لا لنقلنا معلش اسف راو لنقلنا ما يصير شيء معلش كيف صار؟ انا اللي بشغلك في المطار يا ردولي ما يصير شيء تمام عليك يا حمزه تو انا مكلم مدير المطار يطيرك من مكانك بك تو تشوف باي خلاص خلاص وش السالفه خلاص اوكي خلاص خلاص اوكي ما عندكش مشكله خلاص ايوه هكي من الاول من الاول اسمع هو له طويل له قصير تمام اعطوني عادي بك ولابس جاكه وسط 100% سهل ايوه وقلت لك يا حمزه مش راك تنسى سكر علي يا راجل كم حسن
اهو الراس اللي يرن علي. الو مش عارف شنو ندير معك يا حمزه. قصه هذا قصه تم يدز لي في وحدين قصه هو يعني واحد شغله في المدار باش يبي يدير له واسطات. قسم بالله عليك جو شيء. الو ها يا حمزه تسمع فيا يا راجل؟ يا راجل صاحبك راه ما جيتش راه قسم بالله. ايوه شنو يا راه واجدين قسم بالله هما راه لا حول الله. الراجل قاعد في المطار يا راه ما طلعش من المطار. باي خلاص خلاص يا غبي امشي له قاعد يرجع فيك في الاستقبال توا عدي له. هيا في ساعه وخش عليا في الانتظار يا راه سقد روحك. يا باي يا باي يمي يمي خير يا حميزه خير شنو حالك؟ والله قسم بالله قاعد في شغل يمي راه باش نجو المطار. والله قسم بالله بغباك انت مطاري وجو ما لحقتي لك بكر. باهي غرب درنا شكينا غادي في المطار. لا ما عندكش مشكله بكر راهو اي خدمه من المطار راهو علي ثلاث شهور يا ميزه. ليش؟ باهي خلاص انا يا رحمتي انا مش فاضي انا تو راهو خلاص سلمينا على البنات. باهي خلاص خلاص اوكي اوكي خلاص اوكي قصه ما يخليش واحد يخدم لي حاله بكر. ايوه هيا رد هيا رد 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 الله يرحم والديك. ايوه شن خير صاحبك راه مش قاعد راه في المطار الله يرحم والديك. ايوه يا راه ناس واجدين قسم بالله جيتهم. اوكي اوكي انا خلاص خلاص تو دوره اوكي. قصه هي قصه هي اصبر شويه اصبر شويه كانك مستعجل وداير وسع حسابك. قصه هي راه وبعدين الله يرحم والديك معسبي عليا مره اخرى وجو وسطات راه. ايوه يا راه انا كنت نستنى فيك من بدري جو. كارت السعود نتاعي وين يا رجل؟ كارت سعود عود عود شن تبي؟ كارت السعود نتاعي يا راه وين يا رجل؟ يا راه كان قديم اي كارت سعود يا راجل توا خلاص المطار مطارنا والطيارات طيارات يا ساد. ما عادش فيه كارت سعود اعتبر روحك راكب في الطياره. بس في حاجه بس تعرفت على الشنطه بتاعكم؟ تعرفت عليها؟ كم رقم تلفونه ان شاء الله؟ تلفونه كيف؟ بسر معاك يا غرمه بس شنو تعرف على الشنطه تعرف على الشنطه كيف انا مسحبها ولا مخاطبها؟ اسمع الله يرحم والديك تو بنعدي لعند طياره عرفته نوزينا كرسي سمح ان شاء الله في جنب السواق بشنو تقعد مساعد كابتن الباخره ان شاء الله بتاع الطياره. هاي باي نحن طبيعي واجد انا. لا لا هاي توكل على الله ان شاء الله. هاي توكلنا على الله. هي توكل على خش شيء هي خش تفضل يا استاذ وماشي خارجك وخلاص. كيف صار هذا مواطن وراكب وان شاء الله يبي يركب الطياره شنو كيف صار؟ يبي يركب الطياره مليانه بحت. تفضل يا استاذي والله وين بقمز؟ كيف يعني مليانه يعني؟ مليانه ناس والله ما فيش وين يقمز. القصه هي والله يلا رئيسا قلنا مليانه. انت كيف مليانه؟ مليانه انا مش مليانه تركب ان شاء الله تركب. ايوه يا رب ما قلت لي شغل المطار وتركب ومطار مطارنا وتمشي في الرحلة هذه كيف صار؟ والديك انا ما نكذبش عليك المطار مطارنا والطيارة طيارتنا وتركب ان شاء الله. ايوه كيف يا استاذ الدول اللي فيها شنو طيارتكم وشنو مطاركم يا راجل؟ اسمع الله يرحم والديك الله يرحم والديك. اسمع يا ما تبحثش في الركاب واش كانك انت كانك بنسافر يا راجل تو تسافر واش حسابك كانك انت. اسمع الله يرحم والديك قلت لك يا استاذ يا محترم انا تعرفني ناس انا والله بسلامتك اول مره نحقك وبصفتك شنو جاي هنا اصلا؟ انا اصلا موظف نخدم هنا عرفت في المطار عرفته مرحبتي. وبعدين انا موظف جديد هو اصلا شنو شكلك انت ما جيش الا بالتفنيس والعين الحمراء عرفته؟ عين تفنيس يا استاذ المحترم نحن نمشوا هنا باجراء عنده تذكره وعنده قرض سعود وفي كرسي فاضي تفضل يركب. ما فيش كرسي فاضي يرجع الطياره اللي بعدنا كلها ساعه ولا ساعتين. هي شنو المشكله يعني؟ جميل جدا توا يا استاذ يا محترم الاجراء القانوني نتاعك ما عندكش كرسي فاضي صح؟ ما فيش كرسي فاضي وما نجي ونحطه. خلاص جميل جدا حتى هنا الكابتن ما يجيش. انت معقوله يا راضي دوا تجي فيها يا راهو تخدم انا وتقول لي اخرى يا راضي. خلاص خلاص عندي لك حل واحد ما تزعلش ها ما تزعلش. خلاص تو انا نعدي نجيب لك كرسي بلاستيك عرفته ونعطيه السير نتاعي نتاع السروال ويربط حزام امان وخلاص وحطه في الاسر. بصر انت والله تدري جديات. لا نحكي يا جديات كيف صار؟ انت كانك يا راه معقوله كرسي بلاستيك وسير دي شنو هذا يا راجل مش فوضى هي؟ يعني لا توا صاحبي ما يبيش يركب يعني. صاحبك ما يركبش وكيف ما تبيع وانا ما فقي لك اركب هاي. خلاص اوكي جو تمام هو قال لي لا انت ما تركبش صح؟ خلاص 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 هي تعال.
يا راف ايش تدير يا راجل؟ شحورني من بدري يا راجل. اسمع اسمع ارتع القمس، عارف انا في شتير تو ولا لا؟ انت اصلا ما ركبتش، ما صار شيء منك صح ولا لا؟ ما صار شيء مني يا راجل، شحورني من بدري وما ركبتش اخرج. خلاص عارفك ما ركبتش، حتى لا الطيارة هذه ما دام انت ما ركبتش علي الطلاق ما يطالع بي. خير لا صاحبك ركبت ان شاء الله، بس في حاجه عرفتوا صاحبك ركبتها لكن الطياره حلفت عليها بالطلاق ان هي ما تطلعش. ابلش مني كنت التليفون هذا. هذه روح الشعب الليبي.